إلى غير ذلك. نمشيو الآن مباشرة إلى المباراة اللي دارت اليوم في ملعب المنزة بين ترجي واتحاد منستيري، محمد علي بوزقار وأنيس موسى، مال قلبي ورضا الويتي. هي مباراة التأكيد بين أبناء باب سيوطة وأبناء الربا بعد ما حقوا زوز فرق ترشحهم في دوري أبطال العرب أمام حضور جماهيري كبير خاصة لجماهير الترجي. معطيات تعطي أكثر إثارة للمباراة، الاتحاد جمع من جملة 11 نقطة 7 نقاط خارج ميدانه، والترجي لا يعرف الهزيمة على ميدان. السنة يظهر لي مكثر الماتشات معناها الريزلتا الباهي عملناه معناها خارج ميداننا، إن شاء الله اليوم في المنزل قدام الترجي إن شاء الله معناها نعمل نتيجة إيجابية إن شاء الله. تغييرات في تشكيلة المدرب ديمورايس، الإيفواري إدغار لويس أول مرة أساسي لكن كلاعب ارتكاز تعويضا للحامي الغائب للإنذار الثالث، وزياد الدربالي ظهير أيمن. في المقابل الاتحاد يعول على عمامي مكان توبو في المحور. غايب اليوم وتو يظهر لي البقايع في الترجي ولات غاليه برشا، اللي يغيب مباراه يمكن يخاف على بلاصته. خويا بالعكس حاجه باهيه هذه، معناتها اللي يلعب اليوم ولا يلعب معناتها اي انسان اخر في اي ماتش معناتها هو اللي يكفي، فهمت؟ المهم الناس الكل معناتها تكون حاضره ومصلحه بتاع الترجي اللي الناس الكل معناتها تخدم عليها ان شاء الله. الحوار رقم 73 بين الفريقين ينطلق بسرعه القصوى، دقيقه لعب مخالفة للاتحاد، الحناشي ينفذ وعمامي غلط القصراوي، والسؤال المطروح هل استعان عمامي بيد؟ قلت له انا ما مسيتش باليدين، الحمد لله كنت انا كان هدف سليم وتم على الكلمة. هدف مع بداية المباراة بعثر أوراق التراجي، والسيفي يضغط على الشماري والقصراوي يحط الكرة في الركنية. الاتحاد مع بداية المباراة عرف يكسب معركة منطقة وسط الميدان فضل الفورمة الكبيرة لعلي بن عبد القادر. في المقابل التراجي غابت عليه الحلول أمام الوقفة الصحيحة لأبناء لطفي رحيم والالتجاء للتصويب على غرار تصويبة الإيفواري إدغار وكورته فوق المرمى. التراجي يحاول عن طريق الكرة الثابتة ركنية من خليل شمام، رأسية في القائم الأول من التايب والدفاع في الركنية. الاتحاد خطير عن طريق الهجومات المعاكسة خاصة اللي كان يقودها السيفي محمد الصغير النصري على غرارها التصويبة من السيفي، والقصراوي يستعين بخبرته للتصد. الكرة الثابتة للترجي كانت خطيرة، تابع الركنية من شمام ترجع من السيفي، تصويبة أولى من إدغار ترجع مرة أخرى لإنرامو، في المتابع يصوب وهدف التعادل والتاسع للنيجيري في البطولة. التوقيت 25 دقيقة، والأجانب للموسم الخامس على التوالي حاضر للتسجيل في لقاءات الفريقين. ثلاثة دقائق بعد شمام يجرب التصويب وكورته فوق المرمى. نصف ساعة لعب كرة ثابتة للاتحاد، علي بن عبد القادر ينفذ والعيار طليق بتسديدة رأسية سجل الهدف الثاني، ودفاع الترجي يقبل زوز أهداف عن طريق كرة ثابتة في غياب المحاصر. بلارتي مش حكاية لاكسي، الناس كل رجعنا مع بعضنا، قدامنا من الأول الشمس قلقتنا ياسر، فهمت؟ وان بليس البونت الأول باليد ما نعرفش عاد، فهمت؟ وإن شاء الله إن شاء الله ما عادش تعاود المونتات هذوما، إن شاء الله ما عادش تعاود هكا إن شاء الله. 2-1 للاتحاد، والترجي حاول الضغط لكن كان سلاحه الكرات الثابتة، ركنية من شمام كالعادة في القائم الأول، التايب في المتابعة والصخيري في الركنية. المدرب لطفي رحيم يقوم بتغيير اضطراري بعد إصابة علاء الدين قوام، والاتحاد يبقى لبعض الدقائق منقوص بعد مشكل في رقم اللاعب هشام السيفي. لعبت بنور من التسعة، كي تضربت في خشمي بدا يجري دم، تمسخ المريول ما حبش يخليني ندخل من بدل المريول.
وليت وما جبناش احنا مريول وليت لبست السيد ما عندوش حق باش يغير الرقم نتاعو، لكن هذه ضروره المريول نتاعو كله ملطخ بالدم، ما عندوش حق باش يدخل بيه. هذاك الموين بور اللي عندهم عطاوه مريول زميله وحطوا عليه صفر صفر درا او كذا في الميتون الثاني عندهم رقم 19 شطبوا على الواحد وحاولوا يضربوا 9. إنيرامو هو المهاجم الخطير في التراجي، بامكانه تغيير مجرى اللقاء. تابعوا في هالعمليه اش يعمل بالكره، يتجاوز رزيق وهماني لكنه في الاخير يلقى صغيري للتصد. التراجي ينزل بكل ثقله للهجوم لكنه يترك المساحات اللي يحاول استغلالها الاتحاد. نتابعوا الهجوم المعاكس، واحد اثنين بين السيفي والصغير امام الشماري، ولاعب الاتحاد الصغير يضيع الهدف الثالث. الفرصه كانت تغير مجرى لقاء المنزل. اول محاوله في الشوط الثاني كانت للاتحاد، السيفي يحاول استغلال السوء تفاهم بين جابر والشماري وتصويبته ضعيف. المدرب ديمورايس يلعب ورقه المساكني، وكالعاده يوسف يكون حاسم. في اول لمس ليه الكره يمر لأونري بيانفينو رغم المحاصره، هالاخير يتوغل ويصوب من زاويه مغلقه ويسجل هدف التعادل. التراجي يحاول مسك زمام الامور، لكن ابرز الفرص تجي عن طريق كره ثابته مخالفه من خليل شمام، تمهيد في القائم الاول لوليد التايب، وكره ادغار تلقى الحارس بسام سخير. الجديد ياتي مع دقيقه 75. تابعوا العمليه، كره ما تمثل حتى خطر على دفاع الاتحاد. إنيرامو في المتابعه يفتك الكره من لهماني، يتوغل سخير يحاول تسكير الزاويه، لكن النيجيري بذكاء يحط الكره في السجاق، والهدف العاشر لهدف البطوله، واجانب الترجي تصنع الفارق في المباراه. إجابة الاتحاد تجي بعد 4 دقائق كالعادة عن طريق كرة ثابتة، ركنية من الحناشي وعمامي دون رقابة يضيع الفرصة، ومرة أخرى دفاع الترجي غائب في التغطية في الكرات الثابتة. 82 دقيقة المدرب ديمورايس يقوم بإقحام البكري مكان بيانفينو، تخطيط تكتيكي للترجي كاد يكلفه هدف بما أنه الاتحاد في آخر اللقاء مسك بزمام الأمور وكاد يعدل بعد تمريرة من بقراعة للسيفي وجه لوجه والقصراوي يفسخ الهدف. ومهاجم الاتحاد يأكد فترة الفراغ اللي يمر بها، 9 مقابلات دون تهديف مع جمع 5 انذارات. التراجي يفوز في مباراة رجع فيها من بعيد، في المقابل الاتحاد كان بإمكانه الخروج على الأقل بالتعادل، لكن خبرة زملاء الشماري صنعت الفارق. بالمناسبة الانتصار رقم 38 للتراجي ضد الاتحاد. ديفيرونس تاع جور اترونجي دو كاليتي لي ميرحمش ميراتيش شوفوا زوز بونتو مايكل إنيرامو بونتو معناتها أونري بيان فينو هذيك الكرة ما علينا كان نفكروا باش نلقاو ليترونجي اللي عامل لنا ديفيرونس سي با لا بروميير فوا اللي نبداو مني او سكور ونرجعوا اون لا ديمونتري برشا مرات مع صفاق مع الكلوب مع ستونيزيان برشا مرات ورينا الشيء هذا لكن يظهر لي الاولاد ليكيب نتاعنا كومونس افوار دو لا بيرسوناليتي